دلك بضي على الدفاع بري على الدفاع مالو المساجد اللي جسوا ليه يهي معني واحد معايا أنا جوان أجنهي معني دل إن الدفاع يخربين وان أرجع ماشاء الله صعد وان أرجعنا ديجلي مريفلم مدي لهاي ورهد حدوديني أوت دولة دنا ماركة سحرير كأجرة دجال إسود دياري مدي لهاي مسوي حدي لهاي ماركة سولي إسسيد بتا أرجع وقدم بيه ما واركان واحد يحي وعليه أمور مارك الهلاج يو سدي ضبع كان أيه وشر بدن بطلاد اللودي بس سدي ضبع أنا كان شر الناس ثم شر الناس قطوا علينا يجر علي أنا وحي أركان شيء جيا حبر قدر وشر بدن صومالي مانت وحكشر بدن وقفتي لي سيدت كذا حمر أفرت بلاط حواد لا رحوين كسماي مالي أيده كدولن صومالي مجرت حبر قدر مركا نمنك يا دي تلا لودي وي معنى هذا ودن كان واكود دايوي ودن كان صومالي واكود داي مركا شر الناس يا تلادا قعانتا كوهي مركا مدعون بين غنيسا سيدابا أيده لأي أغسو قوبنان كرا أنك أغب بدبادنا تا معنى هذا وحوية نوه البو قروقا صوحره مركا سيدابا بركو حمان أي صعطو دميل صعطو قريا على صوحرتا دانين قروقيسا صوحرتو حدودي ساحرتو لاس عانو دي سنها عدكيستو دينا حدودي سهفو غييو ريدن في عان عصم ميستو دقالك هذا دعيو انتي إرسمالك ليها قد عد دقالك إرسمالك إيه إيطوبيوي ننكال هدو قالو حقو ملا صوماليا دقالك كسعودو وإرسمالي أيو كفارين محمد عبدالله فرماجين الله غصار بلا صوماليا ويري نينكا ليرادو ويري نينكا ليرادو اسماعيل عمر قال ويري دربيات نجيبيسي ويري دربيات نجيبيسين ارسم عليه سدح الجيسوت كاها وحد الدجال في الموسى وكجرابه موسى كارتوغان اي قال للدجي وعلي لوصو صعدا لن كان مركا لوصو صعدا لن كان لاس عانوغا لوصو صعدا ارسم عليه درتي صوماليا دبلو وشبويا إرسمالي درتي صدقال كان لوكي عنويا مركا صومالي هاي إطابي إرسمالي مرلبات فرايس كغاغار هلا عركا مركا ودن كادو إرسمالي كتالين هايو إيه أديك هلا عركا واح كلام ماه ديقلي مريفلما وحبدي لهاي حسن شيخ محمود هدو يري أنا وجيق اللبات دقال كهو قامين هاي إذا ما بيدبك قين هاي مركو إنا إرراحان إي عضيحان مدحوينها ميا إلا علماء وحيد جرتاء وطري مدحوينها الله عضيحو وولو الأمري مسأينا يكون يمادان واي ديدان قرط مدحوينا العضيع يهدي أي علماء يهين أغلى اللي يهين أو أمدان أي أشقيان مدحوينا دور الشديس سوكو إمادة موغين أرت وعوكو يمد تمن إله كرسي أو سعيد داري عوكو صوقاتي تمن إله كرسي أو أحمد مدوب داد كود عوكو صوقاتي إيو محيط وحكوية مدلعك يحوق يقابيل إساقاش نيكوذي الله نقونا يعدان لي دوران واتي يري شيخ شريف والله بوريئي بالله حد محمد الله فرمايك وقصوا نقول لها تلدا وحن بعد إلها وانكفتما يا بوير وعلى مصارك وقابلي مركن نيمان أو قبيالات كوية مد كرسي يحوق يدع ما لله دا عدي سوا واجب دا هذا قرما دا عن نقطي مركز كاس علوم ما هو شيء داوي شياطين الإنس وي علومه وعلى رواينا حسابي صو هرت حسن قرمو يمت انت وكيمت قابكو يمت حسن قبيل وكيمت او قرآن لا يحب وكيمت مدحتني ماذا واغنى وشاهد ومشهود بانا ننك نوع ساعة الى هي حسن شا محمود تنكين نوت دافسين دوران كفكرين عنو اما تنكين صومالي ودافسين دوران ماهاني نين كان على عضيها ايو علماء دا واكارتي دارا شركي علماء دا مركو قرتي علماء دا بما مغش علماء دا واحدني نين كلا شيخ بشير عضي وعو يري وحسن وعو روحي ورادنا غلاب دافت شيخ صومو وعو صوقاتي محمد سياد بري حمانتيس مركو وعو رحسنو ايو حسن نفتيسا صوقاتي محمد سياد بري علم ولايه وصوق لي خطبة ديس شيخ صومو شيخ بشير واحد لمرك محويري حسن علمات للاي محمد سياد بر اللاي مقع قرن بالولاي اصلا عديقة ديديدة كاربنا بويري عديقة نولاد ليا محمد سياد بر علمات ولاي
أفك مجا عقارن كل شيء هذه هذا سوق عدويري أنا هو علماء هذا النهايبة دولة دكارن كان كربنا ويردي ذي محمد سياد مرة والله هو عمص دبدم بعلوم ما مغش دبدم بشيخ بشير ما مغش ما هو على سكوري ماذا علماء ذوي أكتاي وضد صعدة لكن أي شيء تمر حسن شيخ محمود علماء لجير تمر مختار روا علماء ذي ساعة مختار وأغنى شر وعها مانت وعها علماء نمديس وأغنى وأنك تقول إمر الرضا يده شبيه الله صلاك قاط علماء نمديس ماشي مرويسة مارك علماء نمديس ومختار روا علماء نمديس ودب كاسيو يو محايا إذن منك اللي يرادو حماس وي علماء حسن شيخ محمود حماس باليرا حماس وركاقة وراء إيقبحي قبل قبل كجراء ماركيسي بنتلان وحاد هذا الداروتك خرق اللذو ده ميل بيسارين لولبانتا كميدا مجرتينا كميدا والدورشات ده قبصدي وحي اللقو صدري والعقل سير لولك يلجرين ديق لي امير فلا محاد وقو باقي لهي خرق اللذو ده معنى ما ينا اسكا قبطان ان ابوكي ابتقي اذيركي ايدده ايدهان سيدي الدرات مارت هرقلاتي ديلي مرف للدرات وقولاي سو لفتقر انتو اللاي حسن سو مدين اسكحافي انا مدحوينا سو داي سو ما هرقلات اسيا لقوص النولين هرقلوي دارات كسو اقلي اقل وعباعة طرين واي ودن كافراء لقى ساري ربا نينيري ولا لو كرسي اقو فديسي كما فديسان كاري قبال ميه ديلي مرف لواسو وددي دني مرسيي وددي مجارتين قال الدقالك قراتك مرسيي وإلا مرسيا وددس حدا لمرسي الله تجي لي مرفلة عدة معني هوية صهر كعضة يدارات بكرنقو ومعني ربطات للكان إن لقبصدو ومدان إن لبربورية دوني سيستم كودة دكتا ديقى الله دار اللي ده انت ملايين اي دمان لهي دكتا ديقى الله دارو وحديث نبي يري ومن يريد ان يكسر عساكم فاقتلوه ننكي رباد عشين انه جبي الدلع ومن يريد ان يفرق جماعتكم فاقتلوه ننكي جماعتين انه كلا تكسير رباد الدلع ننكي دقل امرفل انه كلا قيل رباد او اصرع دارو ام اصرع هوية الى هوية منافقين طادوية هوية معه كو دغالك و هويه ما هو منافق هويه هو دارات دغالك و دارات ما و شياطين تا دارات و شياطين تا هويه هويه ما دكان مرك شياطين تان او سو دوليا يعدي صور راده الا لا يحقوي وي لكن حديث كاسي اتري قفكا و جيركيني ربا ان او اذن كلا جبيو و هو سامين كرا حتى قويسكا سومان قويسكا عاديكا لما أنا إسقبا ماركيس هدي قف وربائنه كل جويو إنه يسكت لنا حقه وحو كلاه حتى وقبل كرا صومان مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود وهذا ربائنه كل جويو وذا جيرك الدجل يمرفله بتكاس الشيخ ربائنه كل جويو إن أي دلنا حقه يقوله صومان حديثك وقبلنا حسن شيخ محمود وذا جيرك صومالي ده وصادق تيبة دجل يمرفله كليه كمأك وعدني مرة روحني aan gedo waa ku darsaday oo waati hata ilaa hadda ma tagin madaxweyne Soomaaliyeed oo dad Soomaaliyeed 12 sano uu qabteen lagu hayay oo san tagin ka waran adigu ma xaqba marka Xasan Sheekh Maxamuud waa ninka ugu weyn waadna arki doonta Muqdisho wax ka dhici doona hadaan la isdaba qaban waxa Muqdisho ka socda halaag ba u soo socda halaag kuma halaag kuma halaag way adag waan ka digeynaa marka aniga waa uga digeyna xabar gedir waa u digeyna hawiye waa u digeyna maanta daarood qeyb kama aha dhibaatada waa xabar gedir waa ogaadeen waa abgal oo asagana lugna ugu jirta lugna banaanka u taala saddexda reer Soomaaliya hadda qasaya today maanta saddexdaas reer waan u digeyna iyo nimanka isaaqa la leeyahay ayagana ay sheegtaan isla irirka ay sheegtaan saddexdooda Soomaaliya siday ku wadaan ayaga la weyna ayaga ku dhamaanaya xaq ma aha inay umadan ay kala jarjaraan xaq ma aha umad in adduunka ay ku soo diraan maanta baawul mandaba la isla marooya maanta waxay u dhowdahay Soomaaliya ma mooda Soomaaliya iscunka gudahan ka socda in maciishada ay toban jibaarmi doonto mar hadii
باب المندب مراكيب تلا دقينا أيو وماركيس ماشى يدنا يقولوا ليش أرتوا على غطة على قلي أنا جوان سيري إنجليز هو خطر مكت عجيب وي واحد دن دجال هذا نهاد الصومالي حسن شام عمود إنجليز كالومي إنجليز كالومي إنه مع وسلي كده دجال من إنجليز كقانوني مع عبد الله فرماجي اللي يريد إنجليز كي سفارة دي أكشقي سي ما أنت بحر ستين كوتاني حسن شام عمود ميرو كوسو نقون كرمالي مع وسلي دن أغو دد كوري دعيا مردو حديب معيشة دكتور وقاعد صومالي كورونا وليس حنا يا بدي ويسوح ماتي باب المندب حوالي سعونا يا صومالي عد مردو واد اركي دونتا حد ان نمب قرقي سحران والله صو اوضان اسكو قرقي مركاد لجوجين مركاد بيرا حقلول كان ديقلي مرفلم السجدان ايه قلي دان اوبا حيس الدهب ويدي انا الى شلاوة ايكو منتدان انا ايكو منتدان او مارك الدقال كان عدو دعوابا دعي لكربوحو وحان رجينا يا intii awara dhibaatoas iimaani kor horta dagaalka la kala baxo ninba xuduudii soo xirto kadib waa iscunidii iimaani dagaalkan waa fogaanaya xuseyiinta dagaalkooda waxaa soo galaya iiraan iiraan aa loola sii dagaalamaya iiraan dagaalkeeda ruushaa soo galaya ruushka iyo waxay noqonaysaa iyo xulafaysi turkigaa soo galaya cimaaraadaa laysku ridaya caasimo badana wax ka dhacaya madaafic meelay ka imaata aan la ogeyn aa laysku adeegsanaya waxaaba laga yaabaa muqdisho in lagu baroobeeyo hub la dhaha jirtay madfac qiyaama marka annaga hadda maarkaysa yacnii bariiskii baastadan aan ku faanayno oo dibadda aan ka hadday cirka isku shareerto oo marinkii uu xumaado waxaa leedahay waxaa dahab noqonaya dhulka digli mirifle oo hadda ay dayacayaan haha waaba ogyihiin meesha loo socdan waa intaas way ogyihiin beerahaasaa dahab noqonaya marka nimankan way ogyihiin nabadna inay ku joogaan ma rabaan marka nin ilaahay meel u wado hadda adiga ma hanuunin kartid dadkan hanuun way diideen 1991 ilaa hadda ayay ku taagan yihiin dhibaatada soomaaliya marka aniga waxaan aaminsanahay dagaalka soo socda oo muuse biixi iyo xasan sheekh maxamuud iyo ismaaciil umar geela ay abuureen dagaal yar maaha waa dagaal gobolkoo dhan gubi kara muuse nin kale yaraa ismaaciil umar geelane wuxuu iska dhigayaa marka abi axmed waxaan inuu sii fashiliyo dagaalka soo socdu ogaa soo maahan inuu kasii hortagoaad ha aad iyo aad dagaalka inuu soo socdu ogaa waana galayaan etoobiyaanka way soo galayaan dagaalkan wuxuu noqonayaa fiiri dagaalka wuxuu noqonayaa dagaalkii soomaalida lagu kala jarjari lahaa ayuu noqonaya cid is-aaminaysa male oo isku soo dhawaasha male marka waxay ka fikireen hawiyaha waxay ka fikireen maadaama dagaal xun soo socdo bal hal dhinac haysta oo koonfurta idinka ka taliya ayan taasay ka fikirayaan marka koonfurtii macnihi ay ku taliyeen soomaaliya inay jarjaraan oo koonfurta iyaga ay gacanta ku dhigaan dad dhan ilaahay badiyey ay u tashanayaan soo lagama yaaba inay ku guul daraystaan oo digli mirifle isaguna yacni inuu iska difaaco oo xuduudihiisa uu xidho soo lagama yaaba aaway horay aaway horay saas ugu tashteen taladii hore ay diid waday aaway habar gidir daraad yani talada waxaa lagu soo gooyey muuse biixi iyo isaaq inay qabsadaan laascaanood ilaa iyo garow ay dhunta ku dhagaan sidoo kalena ma arkayse iyagana koonfurtan baay bakool jubbada hoose jubbada dhexe gedo iyo shabeellada hoose inay gacanta ku dhigaan kadibna waxaa weeye haddii dunida marinka uu xumaadana beerahan ay ku noolaadaan sidaasi dalka macnihi loogu dhameeyo digli mirifle iyo daarood iyo danwadaag saasay qorsheeyeen baad leedahay qorshahoodu waa kan wey waa intaas qorsho xumadaasay degeen way baashana way laga yaabaa marka in macnihii garowna la qabsan waayo oo daaroodkana la qabsan waayo oo ma arkaysa digli mirifnana hawiye uu ku guulaysan waayo soo lagama yaabo ayaga qabsashada garowa ay ugu talagaleen inuu etoobiyaanka qabsado etoobiyaanka kaarta kale uba soo wadaa laakiin etoobiyaanki alreadi daniyoba la heshiiyey maanta deni iyo deni iyo lafta garay axmed madoobe la heshiiyey waxaan dhihi karaa daarood iyo digli mirifle la heshiiyey etoobiyaanka already wuuba bedelayba ciyaarta
واكس بس عيار مرك حسن هذا الجبان يا حلي هلا الدجال ما هدو ليه مرك ذلك الدجال إنه قليل ربع وغين وابل كلا جوينا يا بعوض الاستاد صوتت وقليلين إثيوبيان ك أضياشي عيسى جوجي سيتي ماشى يسكون دجال الجيران سومالي ده يكوي كلام حيد عن فرته أنت عندي سبب اللي غيري ضرات قدوم يكحجين كحسبي كبرس برس برواقو معني أبي أحمد حسبي جيسي ولقل ما يوانين عيسى ده وحاله يري مارك عيسى معني اللوك هيئة لقصوا بالابو إلا يسيتي لول كان واسكون جرينا لول كان مامل قبلت أن معني إذن مقعابينا إذن كعاوينينا مارك من مدى ماشى سينا إنه تشالنج كجرو أبي يا أحمد وكفى إذا سنة يا وقويقان هاد أي ربان إنو مذوبان والاكالسي جرجر يا عوض الاستيد يا الدنيا لصمين يا أران طوضا ماشي كودا ماتي وأكيدو كيدا وأكيدو كيدا إن كيدي ماتين بعد عدي مارك عاصل شيخ محمود هادو باعد كي هاي حتى سومالي لان إتوبي هادو قديدة يو يا قونسيان راتسانا وحو سمين لهاي بعد لها داي دبلوماسيان دكال مركا لغاية مادو قاتم وأقونسان لها عوض الاستيد أيو معني أقونسان لها وحولي لها الدولة الفدرال غوبرتور ومقع عوضي يعني ماركي سي هدي يعني قرشها سي أوسان ده ماركي إتوبيان كينا يكو شقيستان وقروا وكسوا قبصدان يربين لكن أبي هو فهمي بعض الليلة موسوا بدم عيسي انتاسوا فيري دولة الفدرال كدي ربطو إلي لدقاشو وصومالي من إلاريسو لدك صومالي وموسي نينك ما انت بد بحي وموسي موسى ربا إلا ويرارو ويرار كلمه قاتم استيل لديسو أوضا الاستيل لديسو دانك الله انتا بالاسلام سوى قاري لهم انتا واحد سوى قار سيا موسى وعيقا مركا وسير كارمها قدها صومالي لان كاهن اي وسير كارمها قدها صومالي فقي هذا الله يسكو تورتور عيان ووحكم الجران بعد ليد هاي در هذا يجبوتي كسو الشيين وشاكل اسلوقي هذا لا ناس معناه ما تغنى شعب كله بتبادله يا شعب كله ليه جاي أنا كإثيوبيا أنا قد هنا أنا قد نداية واحد شعب كقعدت تاجي واحد مثله يان أنا ما ماذا حدا سمي سي واحد شعبه شعب كوكب جراوي شعب كوطن كعي كعذون كسمي مكت علماء كعذون political survival إيه ليه هذا political survival واحد هذا لا ناس ها تي الله سمينه يا مر وعلى رواء إلى بري كديجان هدي هذا فيري بس ما أنت على حمارة وعاي ستدقي لهم رفلا معنا إنا كائن ده كيس هو بتبس مك ما ردي ما كش قاسم وقدمي وحلا ده وحان وح لو دقي الدم ليه هاي لحظة قبل الدقي لهم رفلا ليه هاي سومالي ده إلا ده جنت هاي يدارود أنين لجوما ده الربي ساسا وعني لصمة وحان آه وانتاس وحي كفكرين حسن شي محمود يحلف فديسي او دم الجديد يو وحا ليرا دنقران ميا وحي لبع دم الجديد يو دنقران ميا موغن منك كالي او بشو اكتب لكن بخاري لكن ملاغية ديقلي مرفلة ايابا فقه اكتاقنا او معنه بارر وطي بدين بيع ما اهان بارر لو ديبي اتو بيه دل كيرا نوغا بحضو كواسي كورر مسحيين مسوي لوسيين هذا نمام كاس واب الله يقانا وحا ليرا دا بورا كبه دقنيهين ايلاي بيشيكتان وحا ليرا دا ايلاي مهر راي دا وعير سو عروضا ليرا نمان اصل قوض بعير احاوا ما رحوين ما وحا ليرا عير بي احاين لكن يعني لكن نمام كاسي سيلع متاقي كران يعني ديقلي مريف لها مساقيهين ان دكدا مركا يبراوي لول كودا ان لو دابا مري ربو او بروباغاندا waxa loo sameeynaayo u yahay digli mirifleen la qabsado ma ogiin aan aadano dadku isku fikrad ma aha dadkan kari koodor waxa la yiraahdo ugeena koobaad waaba lafta gareena laga dhaadhe cadawgeena labaad naad Ethiopia laga dhaadhe raba waa dad la siray way la saban sabay waa dad siran marka ninka duu siran yahay aan iyo daqanku waa isku mid سيدا نين لسري يضغن واسكو حضا لكن ديقل مريفلة دادك قاركي مسكح دا سارا محاك قلدن معني محي أفول الله دا مسكح دا داروتكو سارا تاي اغيران إنا يسبت باديان نولكو دا يبدبات سادان يسو تنازلان حدودوه دا يحدان دكادو دا يفول انتاس محي اغيران لاي
هذا أنت على وعيه إن من كان وأهل الدين قفت الشلق دلائي أو كدولائي سيدي أبو أدك سنكرا أو قريقا قب أو ديكرا هي أو ديكرا إيشي أنا مسكح لها سيولي وفهم الله أرت مسكح لها الله أنا أو دقلي مرف لوحا قو أبو ري رحمة بالي دين تاقو أبو رت أوكي لكن دين تما قبتا إلا سعفي ويقفتا إيو رالكا قعفيس ويقفتا لكن دين تما قبتا قف شرعي كو قيامي ما انتنو مرلبات كو قيامي مايا نبي وعو يري المؤمن لا يدغم المؤمن في جحر واحد مرتين نكا مؤمن كا هل قد لبجر لغو مغانيني كر مركا اياغا ماشي ليين انيغا مسلمين با نعيبا اياغا بمؤمنين اهين مركا ديجي اللي مرفلا بفركو قدن سيدي با قف سجاشن يكودي كسري سجاشن كسري لماذا يكون كسري إلا هذه محكمة أنا عين تكوير إذا لدتك كل هاي حد أنا كسري كرامر تا معناه وحويا أيضا نفتر كذا وحكا غلدوي وإنا يدب إسكو نقدام وإنا إسحسابيان ما حايدين كغلدان أي رادان مر لبعض هدين مر لبعض هدى القيامة يوي ومر لبعض إن أي صوتانين هوياه ay soo istaajiyaan baydhabo oo baydhabo xog lagu qabsaday waagi hadii ay diid hor gala keenay Hussein ay diid hor gal ba keenay ayu Umar Jees hor gal ba keenay hor galadaas oo kala haday ogolaadaan hada waxba u laaban ayaga naftir kooda ma aragtay dhulka laga zuulinaya id la bariyaa ma jirtay Sheikh Qasim ugu dambeyntii anaga warbaahinta SMC ah digli mariflet dib aan u geysanay qaraa dib naga tirsaday waana niyad jabisabay dhahan oo soo wacan dib aan u geysanay oo gaar ah ma ogtahay ha dibka waxay ka wadaan dibkada ma aha dibka loo geystay dagaal waa sida aan ku sheegayay dagaal hani gelinin maxay ahay dagaal marabno waxay ku leeyeen cadaw walaaleena waaye anaga waxaan rabnay in oo kursiga nooga la qaado lafta gareen anagoo dagaalamaynaa rabnay in hawiya ay noo dagaalamaan habar gidir saacad saruur noo dagaalamo kursiga nuguna fadhiisiyaan rabnay marka aadan ow intaasad ka shifoysaa dhibaa noo geysatay waa intaas oo Shariif Xasan ka mid yahay oo aan ognahay wuxuu rabo dad badan wey waa runtood macnaha dhibaato kale uma geysanin sidee baad u kashfaysaa anaga waxaan rabnay in la laayo dadkan kursiga nugula fadhiisiyo adigana wixiiyaad sheegoysa horgalaad naga dhigtay wey dhibaatada waa intaas dhib aad u geysatay haba yaraatee ma jiro dhibaatada meeday aad iyo aad buu u mahadsan yahay Sheekh Qasim Sheekh Saalax saacad buu na siiyey ajir iyo xasanaad aan lasoo koobi karin ilaahay ha siiyo dadkan in badanoo wax u sheegay wax badan uu u digay waxaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena ciyaartii sida aan sheegnay aan uga digaynay ay u dhacday fowdada dhaawacyadu hadda hoteelada ay jiifaan inkastoo hadda aan sheegnay oo nala dhageysan waa nasiib darro markaysa way ahaatay iyo qudbadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Itoobiya waa cadowgeena dalka dagaal dal iyo dibad dadka jooga ha galaano hadalkaasi isaga ah laxankan saaraynay Sheekh Qasim halkaasaan kaga gudbaynaa Maxamuud Faarax ayaan laba daqiiqo ku soo gabagabeynaynaa kadibna waxa weeye sabti wanaagsan halo Maxamuud Faarax waxaan ku qasbanahay inaan studio ka baxo laba daqiiqo haysta maxaa ku daraysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan saxaafadda SMC inta ku midaysan waxaan maqli jiray ninka weyna wax looma sheego ninka dheerna wax lama tuso wixii aan ku hadli lahaa oo dhan Sheekh Qasim baa dhameeyey anigu laba arrimood baan rabaa inaan wax ka idhaahdo laakiin waqtigu uu kooban yahay saddex daqiiqan ku sii raxan weyn iyo daarood dhibka ayaga ayaa isku haya waxaanad moodaa inay yihiin xoolo inta lasoo xareeyey birtii loo afaysanayo lagu gowrici lahaa midda kale waxaan ka leeyahay ciyaaraha Camar bin Cas ayaa Masar isagoo haysta ayaa waxaa tartan galay wiilkiisii ina Camar bin Cas ahaa iyo wiil Yahuudiya tartankii waxaa badiyey wiilkii Yahuudiga ahaa dabadeedna
إن عمر بن عاص أي ويلك يهودي جاءها شابو قلت لعي وحون كيري سيدات إيغبض السي أنا قا أه كريم ابن كريم وحون عيار بيهيد إنك يهودي جاءها ويلك أبي ويلك دلعي أي سوتي مدين ويميت بالبوسو سعدي أمير المؤمنين كعمر بن الخطاب ويميت دعوة دي سي بوسو قد بستي وحون كيري عدل جاكي عيد كستايو قالي إلا أنا قموية أرنتنا يقول لعضي طبعا ديتنا أمير المؤمنين وحو صادر ورقة عمر بن عاصي يويل كيسيبا مدينة اللوغو ياري حكما ديبو ساري دم بيجيبا كو عداري ويل كي يهودي أهابو ودي بيشابوكي وحو كيري مدينة برتن كيدا سؤال اسكندرية مونو كو قراع انها مدينة برتن كيدا كو قراع بركازول يا أمير المؤمنين شاكين أنا بلا واندر قوان قاوانا أسنا در بوحرين ياي بيحي بو كويري ماشي بو كبحيي ويل كي انتي وكل نفتي وكل نفتي دابا ذاتنا مركو آر قوستي أيا عمر بن الخطاب ويحيري ويحك بو كويري هو يدا هكو ويدي عمر بن عاصو متى استعبتا ورقور ما أيا ددك عدوان ستي يغو هو ينكود حر أبي دلاني وحالي هذا هو أدوارت الدقلي يا مرف كليه كما كوبنيت مسلمين تا صوماليا دورنا بادو تهيشن برلو صادري إلى هين هكا جساسيو المانتا دقلي يا مرف مدحنا ويليهين قرآن نووي هايستان وانا معلمين تي صوماليا شعبد الرحمن زي اللعي وكو آسان ميش اللي يرادو قولون قول ee gobolka dhagax buur jarar wuxuu ahaa sheekhi xirtii ulamadow looran jiray culimada Soomaaliyeed oo dhan fiqiga iyo diinta baray waxa leeyahay marka macallinka Soomaaliyeed ama waa sheekhaal ama waa raxweyn hadaa sheekhaal tiraadii hadaa raxweyn tiraadana midun baad ka hadlaysaa xirar ayay raxweyn ka timid أبي أحمد لفتيسا الرحوينة والله يو بالله يو طالله يو أهل أولاد الهرر مرة أحمد صوماري دولان كوا بشي سدح الله بدا كون يسديد يطوان كي مركي وحلك يمد فيلا صومالي قفرها كتلين يي حسن شيخ محمودنا باكي انتو تكتية تيغي لانتا تمنى يي لها تكتية يتو بيي أحيد حدا نوي تهي وين أهان دونتا يعني حسن شيخ محمود وويل تي بي ال اف اسماعيل باء موسى مذوب كسر باء وحل إلى هذا أهل السنة والجماعة ما الذي نبي بسميه إتوبيان كي 2006 كي مركي حمر سوى قلن وحل كسر دوين دل على البدر علينا يعني وحا أهل السنة والجماعة اللي إلى هذا مل الزناوي باسميي الشبابنا مل الزناوي إيا مريكن باسميي دم جديدنا مريكن إيا مل الزناوي باسميي وحري كذا عيدو سمريب لبضي كن إيا لباتنكي شركي أها إيا أفجنبي الدولة نمدى الصومالية اللي سميي حتى خير كار كالقشري وحو أها تي بي اللفتي صومالية فيس كي لباده دقال كي تي بي الاف اي ابي كي وغويغا يكي احمارو وكسو عدكاضي وحا اسحياي وا تي بي الاف تي صومالي اسماعيل موسى ارنجان مذوبة كانسر كوه قريحيل شوغا خوارجتا يعني الى مذوبة كوكان واولاد مل الزناوي حسن و تي بي الاف صومالي معها وحا والله يو بالله يو طالله يا ابي احمد ايا حسن انو ابي احمد صومالي سي هيبا والله يا وايا صومالي او دن ابي احمد بحري تي بي الاف يا ويانا ايا هيستي دولة ديغان كا صومالي ذا ايو حري صومالي بو حري مجتمع صومالي قا وحي ترتري ايه قبل ذا اسمي تي بي الاف بيهايا حسن وويل تي بي الاف رحوين يا دارو دارو ما تبغى قبسا
قبسان كران او دارو دي هويه ما قبسان كرو هويه هورتا صومالي واشن حمري انت يري 1991 كي قبسداي مويه انت كلا هورتا لو مويان بو كيا خان وين يدا صومالي وبدن كتاب كدي مدخيد ها امنتو وقل يا صدح الديوان او يران بي بارلمان كولي 77 وا كونفر دلبيت خليبان نده جبلان يا ايغا وداله anigu waxaan ku talinayaa shucuubta Soomaaliyeed idinka walaalaha kana reehibe la hal joojiyo nimankani dem jadid iyo waxan meesha joogay waa ilmo TPLF dagaalkii laas caano ka bilaabmay iyo kii bay dhabe ee fashilmay feystoogii wuxuu ahaa dagaalkii TPLF ta Soomaalida iyo abi uuna qarxaya haku soo koobaya hadalkayga ciyaar kubadeed baa lagu heshiin laayahay sideed dowladnimo lagu heshiinaya ee koonfur galbeed ayay tala la jirtaa waxay tala la jirtaa daaro dowladan waa dowlad fashilan xasan maxamuud waa madaxweyne isaga prime ministerna isaga xukuumadna isaga madaxna isaga hadana khadiibnimadii masjidnimada ayuu ku darsaday ninku waxba kama tagamiya ma fircoon baan ninku mise waa yuud waa maxay ninku yaani ninkan maalin kasta oo jimca isii soo qotaminaya ee masjidkiina ka dhigay masjidu dhiraar wallahi wa billahi wa tallahi waa masjidu dhiraar maalintii uu yiri 24 maalmood bay Puntland ku burburaysa de munaafiqiintina waa kuwii sameeyay Madiina Masjidu Dhiraar ku sameeyay ee Ilaahay Rasuulka ku yiri iyagoo kaalada ku weesaysta kaale wakiil Rasuulka Ilaahay jiceliyay ninkan gaalada u sujuudaya ee beeniyay aayadaha kitaabka Ilaahay walaa taqum maxayahay walaa tusalli ala ahad minhum mata abadan walaa taqum ala qabri innahum kafaru billahi miyuunan ahay ninkii boqoradii Ingiriiska ku dilooyay warniyo waxa leeyahay raxan weyn birtaala lagu afaysan qaar baa hadda waxay leeyihiin raxan weyn haday hawiye ka gooba gaaja dilaysa oo dalka Soomaaliyeed baa waxa luunta la mariyo dalka raxan weyn buu ka soo baxay mid kale Itoobiya laba wari baa ka yimaada Itoobiya waxa u diyaarsan hadii badda deked sharci ah laga siin waayo labada wabiiba inay goynaysaa wallahi iyo billahi oo talaahi abi ahmed waxa u diyaarsan biyo xireeno wabiiga shabeelle iyo wabiiga juba uu jaraya oo wallahi iyo billahi oo talaahi labada kun iyo koob iyo labaatan kiibaana la saxeexay budgetkaas boqol biyo xireen buu sameynaya Soomaaliya wuxuu sheegay meeshuu ka sheegay biyo macaan baan siinaa buu webiga shabeelle boqolkiiba 25 biyihii Soomaaliya kama soo gaari doonaan Xasan Shabeelle webiga kalena uu jiraa saadidku ka hadlay Itoobiya maanta wuxuu yiri waa cadawgeena waa in la dagaalamo dagaal la diyaar garo dal dibad dagaalkaasi daacad muu ka yahay oo macnaheedu wadaniyad muu ka tahay mise macnaheedu dhul buu rabaa inuu ku qabsado qabiil ahaan maya waa musaylabatul kadhab waxa uu la baqbaqleynayaa waxa weeyaan koonfur galbeed baan qabsanayaa idinkuna ee sayla iyo lug hayiya gobolka awdal qabsada weeyaan anigana koonfur galbeed isiiya koonfur galbeed waxay degan tahay ilaa iyo guradhaamoole ilaa mooyale ilaa kenya ilaa afdheer bay degan tahay koonfur galbeed fiiri mujtamaca intaan leegahay soomaaliga ah afka mayga ayuu ku hadlaa hadduu garan yahay iyo hadduu dagoodi yahay iyo hadduu dir yahay iyo hadduu sheekhaar yahay iyo hadduu yahay gariirre nimanka gariiraha la yidhaahday waa niman liisaan iyo raxaweyna waa la wada og yahay yacni gobolka shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaalida gobolka afdheer gobolka daawo gobolka liibaan NFD iyo Tana River dadka degan waa dad meelana caasimadooduna waa Baydhabo koonfur galbeed waxa duulaan ku ah Xasan Sheekh Maxamuud maaha waa aadan madoobe 77 xildhibaan wasiiradooda ciidankooda iyo saraakiishooda iyo maxay ahayday kuwa Jubbaland iyaguna jooga ayaa duulaan ku ah Xasan Sheekh Maxamuudda kaarka u marinaya yacni Shariif Xasan oo ah Suraqa bin Malik
دي دار الندوة قوامين يبا وحن قوامين يا راحن وين هي الدارو يغنى هيس بدباليا صومالين هب بدباليا هوية ما انت بدبالة أضاهم أدي أبو مهسن يا هاي ماركي سمعني محمود فارح صدح دقيقة ربنا إنا نسينا لكن واحد مدائن ماركي سمعني طبعاً دقيقة إينا لقاني إلا يكوبي طبعاً دقيقة دادكو هذا الباكجرة ويعبرسيهين دولة دي صومالية إذا عدها دادك ورمسيسو معني مدحويني لما بها مساجدكو حرونية ميديها كلانا ما أرقنا إنت بدن دادك السحورة إن وقتي لاسيو إن نفسان قفل بوحو كجرو أراديس وحو قبا دادك وردن قعمها يأفك إيا لقا حد حد أنك مركا وحانو قيب كاننا يورباهين تي صوماليات وحانو كود دالينا مرولبا ماركي سي أنكنا إنا هذلنو ما دام الصليق معنيه وجبوه جنوي يالو قرانك أنجوجنو شعب كنا إين الله هذا الكران كوا النجن معنيه نجس هرجدة يكوا إين التاجرسن معنيه فلسفة السياسة ذات أن جد بينه شرح هذا شيء بوليتيكا قبلك لكن وحنا عضيلة يا ماركيس الصومالية هذي قربه كله بسيرت أي كبل لابته ورشدة فربضان أي فريستان كورونا فيروس كي يسعر بركي دقالة بحاشة إيسو وريغتي دقال كي روش غمديقة أو يرادي رودي دي لحوني لأدون كبريد أي لحونا حد صوماليا بحاوي وحالي سيجي مادي باب المندب ماشا سيوحا أصو مرا صومالي ده وحيابها اندي بدل لغا كينا حد معنيه نلوشي دلك وحي آنك صوصاري لحين آنو هلماني أنك وحان صوصارنا مسيقو هدان صومالي نهي قلي وحان صوصارنا سيسين سليد معني وحان صوصارنا معني قبل داي وحان صوصار معني قدار أنبئ موس وحيابي أن صوصاري جرني انتان اسكتنا فني حتى معني دبدي عمبنا لوغا كان ايو ماركيسي معني موس سيدان اقنه صومان ماركا وحي اللقو فانتم الجري أنك هدان صومالي نهي وحي انكو ما فانتنو ششيه وحي سانكو فانتنو ماشي صومالي لهايدنا ayaan dhawayd maran ka hadlay waxaan ku dhahay xuutiinta waxa way waa lagu shaqeysanaya kaaleya macnaheedu sidii aan ku qabsan lahaydeen meeshan imaada weey tuurtuuridooda saasan sheegay sida shabaabka Soomaaliya oo kale marka hadda already marka Mareykanka la xabadeeyay Mareykanka jawaabaya meeshu tagaya xuuti uu soo jawaaba meeshii way qasantay already hadda sidaan cabsiyaba taaganba marka maraakiib taday wareegtaan يا صوماليا معيشة دي إيماني سي شو بنكي قبلها نيس عدينا اي وماركي سي قيديه الدلك اللي اسكو عارفين جري كتغي قبلها ني بريس كي باستة دكالية الدليقة اي بريس بريس تيدان اسك ديدني نيكا بيرتا فلانا عايل لغو شايق جري قلي دي مسجدنا معنية آنكا فاني ودميران سي سانا ليري يرحوين تا عنتا مركا معنيه لغو قبتانا باستة ويان عنا ليري وحي هاد لولكي كبح ايان الاسكو هيستا dulkaas isaga waxa iska la digliye marifle iyo in ay dajiyeen oo la dagan dulka dahab uu noqday irsaaqada meesha ay ka soo baxaysa la isku haysta adduunka maantay hadii digliye marifle oo atashan weeydaan dulkan aad dhuuqsan weeydaan 1917 September ogaada in salbalaar markay iimaaneysay caydiid uu hoggaaminayay caruurahooda iyo xaasaskooda inay soo kaxaysteen oo beerii ay ku dageen hadda aan kula hadlayna shabaabka hawiyaha ee dulka digliye marifle jooga oo macnaheey cashuurtana idinka qaadaya in caruurahooda iyo xaasaskooda ay keensadeen oo beeraha si toos ah u dhaxlaayaan dhulkan lagu dagay digli iyo mirifle xoogdiisa meesha uu jiray baa iyo bakool maahan wuxuu jiray jubooyinku jiray digli iyo mirifle meesha u badnaana waxa weeye 13 sano lagu dul fadhiya qoysaska waa la barakacinaya kaakuma iyo ugaan maxal kaakuma iyo xiriyo Uganda ku yaal ay qaxooti ku noqonayaan wixii dabaadigii badbaaday lafaha waa laga saaraya qabriyada awyaasheena waxa lagu beeraya lafa cusub si hadii dhulkan la isku qabsado macnaheey loo yiraado awyaasheena ku duugan digli mirifle maxay idin yaala la yiraado macnaheey dad ayaa beerihi iyo deegaankii lagu beeraya hormood masajidka ay dhisayso meel duur ah masajid iyo minaaradiisi oo 2 km isu jira cid ku tukanaysa male waa dhul bob dadkii inta loo tagaalay waagi hore anaga naga mid ahaydeen taa kulan idin siinayna waan idin caawinayna furii Soomaali nimayo digli mirifle waad hurudaan dhigiina wuxuu marayaa 400 afartan oo kunta marka la karinayo ama bariiska biyaha waxay u baahan yihiin degree 80 ugu yaraan inay gaaraan markaasay wax karin karaan dad dhigoodu 150 200 maray gubtay oo dhagaxantii huud iyo tumud lagu halaagay oo kale macnaheedu dhulkoodu uu u egyahay
ayaa maarkaysa idin yimaaday oo maarkaysa gaajoon oo badarka ceyriinka ku cunaya nimcada ah haysataan oo waxba aan idin lahayn masagadan iyo digirtan iyo galeydan war saddexdii bilood waxba ku baxa kan xataa webiga aan haysanin saddexdii bilood digiraa ku baxda saddexdii bilood galeeyaa ku baxda adduunkana wixii beer ka baxa ayaa lagu nool yahay ameerikaankana kaalmeeya la leeyahay beeraha ma tarafiishtii laga soo raraa soomaaliya macnihii baqaar lixdan kii la geliya macnihii macaawine loo siiya war dunidu waa sidaas beeraa lagu nool yahay digil iyo mirifla waxbaa kaa qaldan niyahow dhiiggaaga ma kariyo ma arkayse macnihii ukunna ma kariyo bariisna ma kariyo galeyna ma kariyo soor iskama dhaaf digriigaagu afartan sideetan xataa ma gaarsiisna dad boqol iyo konton digriigooda maraaya hadday ku yimaadaan waxaad u baahan tahay geshafinta kaytuu dhahay af jarmalka ama speed af ingiriisiga speed xawaaraha dhiigga qofka adiga kusoo weeraray hadduu boqol iyo konton marayo waxaad isaga caabin kartaa in dhiiggaaga laba boqol uu maro mar haddii self defense aad tahay tusaale gantaalka gantaal marka lagu soo tuuro xawaaraha ilbiriqsiga lagu xisaaba xawaaraha gantaalkaasi haddii ma arkaysa ilbiriqsigii uu jaraayo laba boqol oo ma arkaysa mitir waxaad u baahan tahay gantaalka aad ka horgeynaysa inuu yahay gantaal jari kara xawaarihii saddex boqol oo mitir ilbiriqsigii markaasuu qarxin karaa laakiin haddii ma arkaysa macnihii xawaaraha ay afartan uu yahay ninkaana boqol iyo konton labada gantaal hadday isku dhacaan kaagay uu degaya diyaaradda markay socoto marka macnihii macnihii headwindka uu ka hor yimaado dabaysha dabaysha adduunku waa challenge jarmalka wuxuu dhahay ras fordron adduunku waa challenge macnihii waa challenge adduunka diyaaradda markay socoto dabaylaa ka hor imaada dabaysha ka hor imaanaysaa haddii aan loo helin speed caabin kara dabaysha si diyaaradda way dhacaysaa digli mirifla salla cala nabi sidaasi ma ahan waa idin salaamaya tala idinka idin jirtaa marka cashar sheekh qaasim wuu idin siiyey ummadda ilaahay maxamuud faarax iyo soomaalida sanna way idin siiyeen annagana waa idin ku xiiqnay bal annaga aan xiiqne bal macnihi inaan badbaadaan aan badbaadno weeye macnuhu haddii aad wax ku qaadataan khayr haddii kale xasan beenta uu masaajid ka afuufaayo waa been wadaniyadka ma ahan wuxuu u socdaa soo qulaasee ducada maxaa u weyn umulqur-aan ilaahu waddada toosanna mari soomaan haddaad soo uruurisid waxaa loo dig iyo dam leeyahay digil iyo mirifle iyo dhulkiisi in la qabsado waay la tirtiro dantaada adaa garanaya dardaarankeena waxaa weeye muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaray kaabadda la fuuli doono mid adag weeyaan labaan codsan lahaa digil iyo mirifle inay joojiyaan kow hawiya inaad wax ka sheegtaan dhaafa hawiya wax ka sheegina adinka is-eeda liannahu puntland way isfiirisay way tashatay hawiye ma eed eeddo shaqadeeday qabsanaysaa iyadaa la tuuga niyow dalku waa federaal iska dhaaf ummadda ilaahay hawiyaha ajaa'ifaynin dad sharaf leh ku jira dad tuugaa ku jira qolo walbana waa sida adiga marka ugu horreysa wax qabso isku duubnow go-aan yeelo dekadaaga dhiso beerahaaga kasoo xoree iska soo caabi dhirbaaxa sida daaroodka oo kale majeerteenka markaad isaga soo dhufatid ay ku gartaan maarkayse xuduuddaada aad soo xiratid xabadda liin dhanaanta xamar gelaysaa cashuur intaas aad ka qaadatid markaasaad xushmad leedahay hawiyana luuqaddaasuu yaqaanaa adduunka siday u nool yahay ee xushmad ma garanayo siyaasiyiintiisi tasho waa qodob qodobka labaad waxaa weeye digil iyo mirifle waxaan u sheegayaa joojiya calaacal iyo cabaad sembere waan arkaa meediyaha markaa ka hadlaysaan markaa meelaha wax ku qoraysaan waa calaacalaysaan yaad u calaacalaysaa calaacal hal qofaa iska leh waa rabbulcaalamiin isagana sujuuddaa loogu calaacalaa tasbiixdaa loogu calaacalaa laba ragcadoo tuko go-aan qaado ilaahay tuug diyuus ha noqon inay gurigaaga caruurtaada iyo deegaankaaga difaaco ummadda la sinow sharaf iyo karaamo markaasaad arkaysaa in qofkaagii la ixtiraamo gabadhaadii la ixtiraamo wax noqo laakiin saanaana la yaale saanaana now sidaasi kuma qorna nolosha bini aadamka ilaahayna wuxuu leeyahay sida rasuulka uu noo sheegay mu'min waan jecelahay kan qawiga kan daciifka ah labadaba ilaahay wuu jecel yahay laakiin kan qawigu wuu jecel yahay kasii jecel yahay kan daciifka ah maxaa ku daciifiyey ilaahaa leedahay bini aadanaad tahay beeraad haysataa marka calaacalkana noo yareeya calaacal maya
سيدان وحبوك بصنع بني آدم بو إلهي نقدر جاي سجال بلاد بان كل لاني سجال بلاد بكل شين إلهي دول كانوا نسيء وحقبصه فينيتو وقال كان مقال كحيك كور حدينا لك القاطو فردوسه رونتا قلنا له فردوسه.